مجمع أحباب الله السكني عمل خيري أسعد الكثير من اليتامى والفقراء في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، تجسد ببناء بيوت لهم من قبل مجموعة من الشباب الميسورين الخيرين وتوزيعها عليهم. بصراحة أنا توقعناه من الحكومة بس كل شيء ما شفنا، بس هالمبادرة اللي طلعت من الدكتور علي ومن الكادر كاملة وياه احنا ممنونين من عندهم. ويعني فعلا هسه من اقول هيك انا اريد ابكي، انه انا بعمري ما توقعت، انا حياتي كلها عايشتها بمكان واحد، غرفه واحده ومطبخ واحد وحوش واحد، مثل يعني شو اقول لك، مثل العصفور انا عايشه بيه وما حد ما يحس بحالنا. مجموعة من الناشطين في خانقين استنفروا طاقاتهم للتحفيز على التبرع للمجمع السكني، فكان لهم أهل الخير داعمين بالأموال. فأنا بداية الفكرة يعني القاع تبرع بي الصديق أبو علي، وبعدين بدينا بالبناء البيوت. طبعا هذا بيتين، مساحة كل بيت 100 متر. هذا العمل الخيري لاقى ترحيبا من أهالي خانقين والعراقيين بشكل عام، كونه يشجع على التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. ويجسد المشروع أسمى معاني العطاء، كونه يستهدف الفقراء واليتامى في الدرجة الأولى، وهم الذين أوصى الله بإكرامهم والإحسان إليهم.